أنا سألت عن إيه بعيد عن تساؤلات صدر رمضان، أنا جواب أنا جواب أكو حلول أي أكو فرق هذا الموسم أكو. هذا موسم الصيف عن باقي المواسم إن شاء الله أكو فرق، بس قل لي شلون خطتنا مو أعلنت مو نوقشت وهي نعم كان أكو سوء إدارة وكان أكو سوء تخطيط وكان أكو فساد وكلنا أشار لهن السيد رئيس الوزراء بأني موجودات في قطاع الكهرباء. طيب. ما أطلع أقول لك ما كنت أكذب عليك أنا بس من يدورهن إيه أكو الجهات المختصة قضاء رقابة نزاهة روح دور وذبوا بالسجل إذا لقيته تمام. خطة ما حتى تمشي اللي استعرضت وهي خطة خمسية استاذ زرغام خطة خمسية تعالج ملف الكهرباء بالكامل. راح تقول لي هذا خيال، لا اقول لك قابلة للتطبيق. طيب شو دي الخطة؟ اوصل لل 54000 ميجا حسن اعطيني الخطة استاذ، هو اعطيني الخطة احنا شباب اوصل 19 سنة نعم. اوصل لل 54000 ميجا خلال خمس سنوات؟ خلال خمس سنوات متوفر الوقود اللي قاعد تشتغل عليه؟ جايك بالحكي دكتورة سلامة اشارت الى نقطة استاذ رائد وعلى عجالة اشارت الى نقطه حرام انه هذا الغاز والله انا ما اقول حرام والله العظيم كمواطن وكموظف اقول حرام. انت تسالني انا على الغاز، انا ابو كهرباء انا مو وزاره نفط، انا ما معني بالخطه الوقوديه لا تاهيل حقول الغاز لا مصافي لا شبكه، مو شغلي، شغلي انتج طاقه انقلها ووزعها مو استاذ رغام. الخطه مالتي اللي تمشي وطموحه وقابل أنا يعني أستاذ أحمد بعد إذنك أنا يعني أنطيته كل لا لا ما أعطيتني لا 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 أنا شيردي لا 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 أترجاك لا 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 دكتور أعطيتك المساحة الكافية ولا أستاذ رائد بس ما أعطيتني شنو ما تطيني هذا الوقت كله أنت لا ما تطيني دقيقة وعشرين أريد أعرف الخطة شنو هي الخطة ما هي إجراءاتكم للصيف القادم؟ إجراءاتنا زيادة الإنتاج إيش قد؟ فك الاختناقات، لا قلت لك توصل لل 26000 ميجا أعطيني مواطن كم ساعة تجي؟ كم ساعة؟ ما نقدر نعطيك ساعات لا شنو؟ نقدر اخي الناس. عطل المعده عطب المحوله نسبه التجهيز نسبه التجهيز كم ساعه ما اقدر اقول لك ساعات تجهيز تحكم وين الخطه عطل المحوله الواحد بالشارع يربك ساعات تجهيز الخطه وين الان شوف استاذ الخطه وين استاذ استاذ ارغام الخطه ما حتى تمضي احنا كم ساعه لا لا ما تجهيز لا كم ساعة. ما لا تريدنا انا اقوم لا لا ابد على راس والله لا والله تريد اقوم انا بس ما تجيبني على سؤالي كم ساعه قاعد تجهز ماكو شحن هذا السؤال مال واحد مو لا مو شغل لا لا هذا شو مال واحد ما يعرف الكهرباء والله مو شغل خلينا نخشك بس خلينا نخشك لا ما تخش على كمل لا اسمح لي لا ماكو خلينا كمل استاذ العزيز انا عندي مواطن بسيط قاعد هسه يشاهدك مليارات مواطن